بإقليم أسفي بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين 2005 و2018 1539 مشروعاً تطلبت غلافاً مالياً يقدر ب 786 مليون و100 ألف و709 دراهم. بلغت مساهمة المبادرة فيها 480 مليون و80 ألف و897 درهماً. مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال هذه الفترة شملت مجموعة من القطاعات الاجتماعية. أهم هذه المشاريع مجموعة من المجالات، خصوصا ما تعلق بمحور دعم البنية التحتية الأساسية، دعم الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، دعم الأنشطة المدرة للدخل، وكذلك دعم التواصل والتكوين. عدد المشاريع المرتبطة بدعم التعليم بالوسطين الحضري والقروي بالإقليم بلغ 169 مشروعاً، منها 72 مشروعاً لدعم التعليم الأولي. روض دوار سيدي بوشتى بجماعة البدوزة أحد المشاريع التي أنجزتها المبادرة لدعم التعليم الأولي. كان شكرا المبادرة اللي دارت لنا الوحدة هنايا وقربت لنا الوليدات فين يقراو، وكانوا كنتمحنوا في الشانطي وفي كانوا كيمشوا بعيد وكينوضوا مع الصباح والديهم وداك الشيء كيخوضوا لهم حتى الوقت ديالهم مع الصباح. ودابا الحمد لله هذه الوحده قربت لنا الوليدات تاع المؤطره كتمشي تجيبهم مع الصباح من هنايا. لمحاربه الهدر المدرسي انجزت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بالاقليم 21 دارا للطالبه، الى جانب 65 مشروعا للنقل المدرسي و11 مشروعا بالنسبه للقاعات المتعدده الاختصاصات. من هذه المشاريع استفاد 5775 شخصا، الى جانب برنامج مليون محفظه الذي استفاد منه 92098 تلميذا خلال سنتي 2017 و2018. الداخلي عجبني بزاف حيتاش كينقص علينا المعاناه وكيعاوننا على الحفظ، وملي كنا كدي كنمشيو في النقل كانت واحد المعاناه كنعيشوا فيها، حيتاش ملي كان المطر كنا كنمشيو في الشتاء وكان داك الساعه الليل بزاف. وانا كنشكر المبادره الوطنيه اللي قامت بتدشين الداخلي حيتاش هي كتعاوننا بزاف على الحفظ، وعندنا كنجيبوا نقاط مزيانين في الامتحانات. جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المجال الاجتماعي بالإقليم همت أيضاً الأشخاص بدون مأوى وبدون موارد والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم بناء وتجهيز 14 مركزاً لاستقبال هذه الفئات. مركز استقبال وإيواء الأطفال المتخلى عنهم نموذج عن هذه المشاريع. المركز يوفر الحماية والرعاية الاجتماعية للأطفال المتخلى عنهم بمعية 7 مربيات، ويستقبل من 30 إلى 40 طفلاً في السنة. الجمعية تأسست في 2009، احنا 9 ديال الأعضاء دابا، وعندنا 7 ديال المربيات ومسؤولة عليهم، اللي هي مكلفة مسؤولة عليهم، وعندنا واحد تقريبا تدخل ديك 30 40 وليد في العام. أساسا وزارة الصحة عطاتنا الأرض، والتنمية البشرية هي اللي بنت لينا وجهزت لينا، والحمد لله ما عمر شي مشكل ما كان، كل شيء داز مزيان. في 9 شهور كان تبارك الله المؤسسة هي أم موجودة. مركز التكوين المهني النسوي مولاي الحسن واحد من المشاريع الاجتماعية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأسفي. المركز من بين 33 نادياً نسوياً للمبادرة، توفر تكوينات في عدة تخصصات منها التدبير المنزلي والإعلاميات والطرز والخياطة والتجميل والحلاقة، كما تقدم حصصاً لمحاربة الأمية. مركز التكوين المهني مولاي الحسن إحدى المراكز المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابع لقطاع الشبيبة والرياضة، الذي يشمل مجموعة من الشعب التي تساهم في تأطير المرأة والفتاة من أجل التكوين والمساعدة على الاندماج في سوق الشغل. المركز الذي يضم مجموعة من الشعب، عندنا الحلاقة والتجميل، الفصالة والخياطة، الطبخ والحلويات، والمربيات اللي كنمثلهم أنا كرائدة من بين الرائدات في هذا الشعبة.
الجانب الاقتصادي شغل حيزا هاما من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أسفي. بخصوص الأنشطة المدرة للدخل، بلغ عدد المشاريع المنجزة بين 2005 و2018 320 مشروعا تهم دعم وتمويل مشاريع لفائدة التعاونيات والجمعيات والشركات، استفاد منها 1200 شخص. في 2016 قمنا بدراسة مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد اقتناء أبقار. المبادرة كانت موافقة عليه سنة 2016-2017 بمساهمة أعضاء تعاونية، والحمد لله اليوم التعاونية حصل على المشروع اللي هو مشروع متكامل بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في قطاع الشباب والرياضة، بلغ عدد المشاريع 80 مشروعاً استفاد منها 118,500 مستفيد. هذه المشاريع تشمل بناء وتجهيز 8 دور للشباب وتهيئة 66 ملعباً رياضياً، منها 14 ملعباً بعشب اصطناعي واقتناء 6 سيارات للنقل الرياضي. في مجال دعم البنية التحتية، بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة 109 مشاريع استفاد منها 273 ألف شخص. هذه المشاريع تتوزع بين 40 مشروعا للتزويد بالماء الصالح للشرب، 19 مشروعا للتزويد بالكهرباء، 47 مشروعا متعلقا بالطرق والمسالك، و3 مشاريع للتطهير السائل.